الجميع. إن شاء الله اليوم بيكون يوم مبارك عليكم كلكم وعلى الجميع يا رب، وتكون دائما حياتنا زي ما قلنا صبح في البوست مليانة بنور قلب يسوع. اليوم الجمعة احنا بنصلي لقلب يسوع الأقدس دائما، فتكون مليانة من نوره ومن نعمه حياتنا قلوبنا ونفوسنا. كمان خلينا نبدأ نصلي وبعدين نشوف وين راح يقودنا الروح القدس في بحره، في سماه، في عمقه، لندخل أكثر وأكثر بمعرفة الروح القدس والتعمق فيه. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ووهي الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. احنا زمان عندما اجتمعنا مع بعض، بس المرة الماضية لما كنا سوا اجاني بصراحة كثير رسائل او كثير تعليقات خلتني عن جد من جوا افرح انه عم توصل كلمة ربنا. هذا اهم شيء، عم توصل كلمة ربنا وعم يوصل ربنا كمان بطريقة بسيطة، بطريقة مفهومة، بطريقة كثير سلسة. واحنا لما بلشنا اذا بتتذكر ولا ما بدينا ندردش، قلنا احنا دائما بنقول او نوعز انه احبوا بعضكم بعضا، وقلنا انه الدردشه هاي والمسيره اللي كانت وقت الكورونا عشان نفهم ونوصل للمرحله كيف احنا ممكن نحب بعضنا البعض بدون ما نسمع كل حد بس نفس المواعظ او نضل نقول نفس الشيء، وهالوصيه اللي اعطانا اياها يسوع كيف ممكن نقدر انه نعيش الاشي هذا. وبالفعل مرقنا، كان وقتها انجيل يوحنا، مرقنا معه هالانجيل الروحاني هالنسر اللي بيحلق بالسماء، مرقنا معه في كثير مراحل عشان نفهم الحب، نفهم المحبة، نفهم الله الخالق اللي خلق بالحب كل شيء. فكانت التعليقات انه احنا عم نعطي الاشي هذا بطريقة مش تعليمية، مش بطريقة تخويف أو سلطة، لا، عم يعطي طريقة حب. وهذا الشيء جدا خلاني من جوا أمسك، لأنه إحنا نخاف من الله وما بنعرف كيف نحبه، مش ما بنحبه بس ما بنعرف كيف نحبه. اليوم رح نكمل حكينا تبع المرة الماضية عن حب اللي كان بين الله وبين آدم، الحب اللي حبه الله لآدم لغاية ما وصل وانطعن قلبه هالطعنة الكبيرة بكل هالألم. احنا حكينا عن هالكتاب اللي ان شاء الله صار بين ايدينا اللي هو رحلة نفس. هذا الكتاب فيه رحلة، وهي الرحلة هي النفس اللي طلعت من الظلمة لغاية ما وصلت لبدايات النور، أو وصلت للنور اللي ربنا عم بيدعينا إله لأنه إحنا منه. بصراحة في كلمة أنا بحبها جدا في هالمقولة في هالكتاب، وهي موجودة بالإهداء، أن نحب هذا ما أمرنا به فنفعله. إحنا ربنا أعطانا وصية إنه نحب، وهذا بنحاول إحنا نفعله، ولكن أن نعرف الحب هذا ما دعينا إليه. نعرف الحب هذا الإشي اللي إحنا انخلقنا وربنا بيدعينا لإله. ومسيرتنا دائما اللي تكللت بهالكتاب الصغير، كتيب صغير اللي إن شاء الله بيكون ثمرة لكل المجهودات وكل اللي حكيناه، نعرف بالضبط الحب والمحبة. المرة الماضية حكينا كثير إنه قديش قلب الله طعن لأنه آدم ترك ربنا، وهالحب كل اللي خلقه ربنا
لآدم واللي خلق آدم فيه. آدم عصي وترك ربنا، وربنا دخل في الألم الكبير، ألم الحب طبعا، بعد ابنه ليصلح كل المشكلة هاي. طبعا صار عندنا قديسين، واليوم عندنا قديسة منهم اللي هي القديسة لوسيا زي ما احنا شايفينها معنا اليوم ضيفة بالبرنامج أو بالدردشة. والقديسة لوسيا هي القديسة اللي شفيعة العميان أو اللي عندهم مشاكل بالعينين. القديسة هاي كانت متعبدة لربنا وكانت تحبه ونذرت حياتها لإله، لكن الوالي عجبته لأنها كانت حلوة وكان بده إياها وبده يتجوزها، فبيأخذها عنده على القصر. وبعدين هي بتحاول بكل ما فيها إنه تضل مكرسة لربنا، لكن هو بده إياها غصب عنها. ففي يوم من الأيام بتسأله بتقول له شو أكثر إشي عجبك فيه؟ قال لها عينيكي. فراحت قالت عينيها، إذا إحنا بنقدر نشوف بالصحن، حطتهم بصحن وأعطتهم للوالي، قالت له تفضل هذا الإشي اللي أنت حبيته فيه فيه. وهيك ربنا أعطاها إنها تشوف من غير عينين، وصارت شفيعة لكل الناس عندهم مشاكل بالعيون، الناس العميان. فالقديسة لوسيا هي قديسة عظيمة وشفيعة لهالناس اللي ما بتشوف واللي عايشة بالعتمة. فإن شاء الله ربنا بيعطينا البصيرة لننور بصائرنا لنعرفه أكثر وأكثر. خلينا نفوت هلا بنرجع للحب ما بين آدم وما بين ربنا. إحنا المرة الماضية حكينا عن قديش ربنا خلق لآدم كل شيء وعمل له جنة وعمل له أشياء كثيرة وحطه فيها. لكن هذيك المرة أنا عم بتأمل بالموضوع وبحكي فيه بقول طب ربنا ليش ما بناش بيت لآدم؟ ليه ربنا ما بنى بيت لآدم؟ عمل له الخليقة وعمل له كل شيء وعمل له الجنة وعمل له كل شيء، لكن ما بنى له بيت يحطه جواه. ليه؟ شو يعني البيت؟ ما معنى البيت اللي احنا مش عارفين للاسف الشديد نعيش فيه هلا؟ مشاكل كثيرة بالعالم والناس مش عارفة تعيش في هالبيت. البيت اللي هو حضن العائلة. ليه ربنا ما بنى بيت لآدم؟ ليه؟ لأن ربنا نفسه الله هو بيت آدم. ليش؟ لأنه البيت شو بيعطينا البيت؟ البيت لما بنفوت على البيت إحنا أول شيء البيت بيستر علينا كل شيء، ساتر. يعني أنا في البيت بقدر أكون زي ما أنا، بقدر أكون عريان، بقدر أقعد على التلفزيون يعني براحتي ببيتي قاعدة بكل شيء. بيتي حيطانه وسقفه ساترين علي، ما حدا بيعرف برا شو عم بيصير معاي جوا. ليه؟ لأنه البيت مسكر من كل الجهات وأنا مسكر بابي علي وما في حدا بيعرف أي شيء عني. البيت فيه أنا باكل وفيه أنا بنام وفيه أنا بعيش كل أيامي، وهو الملجأ الوحيد لإلي بعد لما بروح من أي منطقة. لما بكون أنا تعبانة وبدي أروح، فلما بصدق أنا أوصل على البيت، أنا بتذكر لما كنا نروح من المدرسة ما أصدق أنا أوصل على البيت أشلح الشنطة وأزدها، دائما كانت أمي تضل بعدلنا، أزدها الشنطة وأزدها المرور وعلى الأكل نتغدى ونقعد نقول لأمي شو صار معنا والبيت. فالبيت هناك هو حضن الله، هو ستر الله. البيت هو الاشي الوحيد اللي احنا بنقدر نكون فيه عريانين تماما خارجيا وداخليا. ليه؟ لان كل شيء مسكر وما حدا شايفنا من برا، كل شيء بيكون مغلق داخلي وما حدا بيشوف ولا شيء، لان انا في بيتي ما حدا له علي، انا في البيت، البيت مسكر علي وساترني. وهذا هو كان ربنا، كان بيته لآدم، كان بيت آدم.
واحنا طبعا هلا صار عندنا بيوت كثيره صرنا نسكر عليها الباب خوف من الحراميه، نجيب اللوك ونسكر على كل المناطق هاي اساس انه جوا اذا في مصاري في اشياء في الذهب كله بيتسكر عليه كل شيء، يعني كل شيء انا بملكه كل شيء معي كل شيء فيي هو موجود في هالبيت. فربنا كان هو بيت ادم لانه كان ساتر كان حمي كان حاطه بحضنه كان عامله كل شيء لإله علشان يكون مرتاح ادم يكون في هالوضع اللي هو بيت عائله. للاسف الشديد هلا عندنا كثير بيوت وكثير عائلات عمالها تتفسخ لانه البيت بطل زي زمان، روح الله مش موجود في البيت. عشان هيك البيت عماله بينهار. بينهار لانه الله غير موجود في هالبيت. نهائي. لو ربنا موجود بالبيت، البيت بضل مهما تعب البنيان بالمزمور، مهما تعب البنيين، اذا ربنا مش رح يبني البيت، شو ما عملوا مش رح ينبنى البيت. فهي دعوة لكل بيت انه يكون الله موجود جواه علشان هالبيت يستمر. نرجع لنفس الموضوع، الله موجود جوا البيت، طب انا شو علاقتي مع الله؟ امبارح هيك في حد نزل بوست، البوست هذا انا قراته وكان سؤال فيه سؤال كثير مهم، وهذا بيورجينا قديش انه بالفعل ادم كان بيته هو الله. البوست بيقول اذا لم يكن المال او الخوف مشكله، المال او الخوف مشكله فماذا كنت ستفعل؟ المال والخوف اذا ما كانوش مشكله في حياتك شو كنت بدك تفعل؟ هون انا وقفت كثير على هالبوست هذا لانه بالفعل يعني المال والخوف هم اساس كل مشاكلنا واحنا اللي خلقناها، احنا اللي خلقنا الاشي هذا. ليه؟ لانه 99% من حياتنا هي خوف. ولما انا خايفه بكون انا في شغله واحده انه انا بعيده عن الله. الله مش موجود بحياتي، لما انا خايفه على الخوف هذا كله الله مش موجود بحياتي. تعالوا نشوف شو ممكن يسوي الحكي هذا. المال والخوف هم ما بيجتمعوا الا اذا كانت في سلطه. يعني انا بكون عندي سلطه لما بكون عندي مال، وبكون عندي سلطه لانه لازم يكون عندي سلطه اذا انا خايفه. لما انا بكون عندي سلطه انا ما بخاف من حد، ما بخاف علي، ما بخاف من اي شيء ممكن انه ياثر علي. ليه؟ لانه عندي السلطه، ما حدا بيسترجي يقرب علي، ما حدا بيسترجي يصيبني، ما حدا بيسترجي يعمل فيي اي شغله. ليش؟ لانه انا بخاف، والخوف هذا خلاني نتيجه اعمل شو اعمل؟ انا احط حالي ببوتقه من المال ومن السلطه. لما انا عندي مصاري انا بشتري شو ما بدي ومين ما بدي، وهيك انا بكون عندي سلطه انه ما حدا يقدر يقرب علي. ليه؟ لاني بخوف. لما انا بخوف انا طلعت او فكرت حالي طلعت من دائره الخوف، وهذا الحكي مش صح. لانه الانسان ما بيعيش بامان ولا بيعيش باطمئنان الا اذا كان الله موجود بحياته. الناس شو بتعمل؟ الناس بتحاول قدر الامكان انها تجري بهالدنيا وتضل تركض تركض علشان تامن اولادها وتامن حياتها بالمصاري. ولما انا عندي مصاري انا ما بخاف لا من مرض، لانه اذا مرضت معي مصاري افوت على المستشفى وادفع عن حالي، ما بخاف من جوع لانه اذا معي مصاري بقدر اشتري اللي بدي اياه واروح وين ما بدي، ما بخاف من جهل لانه انا بقدر اروح اتعلم وين ما بدي واشتري اي شيء يساعدني على التعلم، ما بخاف حتى من اني ازهق لاني انا قادر اني اروح اي بلد واعمل اي شيء، وما بخاف من حدا انه يجي يتهجم علي لانه بمصرياتي بقدر اشتري اي شيء واي حد.
فأنا بالمال طلعت حالي من دائرة الخوف. ليه؟ لأني أنا فكرت إني أنا بقدر أطلع من الدائرة هاي. بس الشيء الوحيد اللي أنا ما بعرفه إنه مهما كان قدرتي وسلطتي، لكن الله قدرته وسلطته أعظم، لأنه ممكن يبتليني بمرض كل مال الدنيا ما بقدر يشفيني منه، وكل سلطتي ما بقدر تطلعني منه. وهذا ضعف الإنسان أمام الله، هذا الضعف الحقيقي، إنه أنا مهما كبرت ومهما عليت، شوية فيروس صغير زي الكورونا مثلاً، أو مرض سرطان لا سمح الله، أو أي شيء صغير زي هيك بهدني، بخليني أركع، ما بقدرش أنا أقوم نهائي، ولا بقدر أشتري أي شيء بكل هالملايين اللي أنا مكدسهم. فكل تعبي وكل ركضي ورا المصاري طول عمري ومخليني أحط ربنا على الجنب طلع الفاضي، لأنه في لحظة ربنا بيقول لي تعال الليلة سأهدم أهرائك، اليوم أنا بدي أخذ نفسك، اليوم أنا بدي أحطك بالتجربة هاي، اليوم أنا بدي أعرفك قيمة اللي أنت تعبت طول عمرك وأنت بعيد عني. شو بصير الإنسان يعمل؟ إجراءي، بصير يروح على الكنائس وعلى القديسين وعلى هون وعلى هون علشان إنه يقدر يستعطف ربنا ويخليه يشفي من هالمرض أو يشفي ابنه أو يطلعه من هالمصيبة. طب ما أنت كنت قوي، كنتش خايف وكان عندك المال اللي يحميك، شو عم تعمل هون هلا؟ ليه عم تركع؟ ليه عم بتصلي؟ لأنه أنت للحظة وقفت قدام نفسك وعرفت إنه أنت غير قادر على إنك تعمل أي شيء. وهون بيرجعنا الكلمة هاي، بترجعنا لإنجيل يوحنا. أنت غير قادر على إنك تعمل أي شيء خارج الله. ليش؟ لأنه مهما سلطتك كبرت ومهما مصرياتك كبرت ومهما كنت، شوية فيروس بحطك بالأرض، فبتقدرش تعمل أي شيء. بعكس شو حكى لنا يسوع بإنجيل يوحنا، إن إنجيل يوحنا الفصل 14 من 12 ل 14، الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. شو كان يعمل يسوع؟ يسوع كان يعمل كل شيء بالنور وفي النور، يشفي المرضى، يكتر الخبز، يشفي الممسومين بالشيطان، كان يعمل كل الأعمال هاي اللي إحنا منخاف منها، منخاف نتعرض لها. فأنا لما مع ربنا بيدعوني وبيقول لي إنه أنت بتقدر تعمل هاي الأعمال وبتقدر تعمل أعظم منها إذا أنت بتآمن. يا جماعة الإيمان، إذا أنت بتآمن إنه الله هو مصدر وجوهر ومركز حياتك، أنت لا بتحتاج مصاري ولا محتاج ولا عندك إشي اسمه خوف. ليه؟ لأنه إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا، لأن عصاك وخبازك معي. فتخيلوا هل إحنا نقعد طول عمرنا نجري ونتعلم ونسوي ونشيل ونصنع أدوية ونعمل أجهزة ونسوي كل إشي، في لحظة واحدة لما بقول له باسم يسوع المسيح ابرأ، باسم يسوع المسيح اشفى، لما بطلع منه روح في لحظة. ليه؟ لأنه إيمانه خلصه. الإيمان أهم شيء عندنا هو الإيمان، وجود الله في حياتنا هو اللي بيطلعنا من عبودية المصاري ومن استعباد الخوف لإلنا. شو بيكمل يسوع؟ بيقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله باسمي. تخيلوا احنا بنعيش حياتنا طول العمر واحنا بنقاتل، وممكن بكلمة واحدة
باسم يسوع نسأل وناخذ. هذا الحديث بيرجينا لشيء جدا مهم، الله وعلاقتي أنا مع الله. إحنا علاقتنا مع الله مشوشة مش معروفة، ملهاش حدود معينة. يعني إحنا ربينا على إنه ربنا موجود بالسماء فوق وإحنا على الأرض، وإذا عملنا أي شيء بزعل منا، إذا ما كنتش صحني يسوع بزعل مني، إذا ما حبيتش التانيين يسوع بزعل مني، إذا عملت هيك ربنا شايفني من فوق. خلقنا الخوف في حياتنا حتى من الله، الخوف خلق بحياتنا حتى من الله. ليه؟ لأنه بدنا نربي أولادنا ونربيهم على الخوف. ما حدا بيعرف يربي أولاده على معرفة ربنا ومحبته. الله مش خوف، أنا ما بخاف منه، أنا بحبه. وهذا فرق كبير ما بين الخوف والحب. عشان هيك إحنا منضل منحاول إنه زي النعام نحط راسنا بالأرض، إنه إحنا يعني زي الهبل، يعني إنه خلص ما بنمسك المشكلة أو ما بنضرب في المشكلة أو ما بندخل في الموضوع، لأنه ما هو مش شايف، وأنا مش شايف خالص. يعني لا بنفعش، لازم تحول الخوف من الله لحبه. لما بتحول هذا الخوف لحب كل حياتنا تختلف، كل حياتنا تختلف. نرجع لأنه بنعيش حياة شو بقولوها؟ قناعة. أنا معي الله، مين بده يقدر علي؟ أنا معي الله، مين بده يخوفني؟ مين بده يقدر علي؟ مين بده يكسرني؟ إذا الله معي، إذا ربنا واقف جنبي، إذا ربنا دائما معي وأنا معه، مش بحالة خوف، بحالة محبة. إذا هو معي بمحبة وأنا معه بمحبة، مين بده يكسرني؟ إحنا للأسف شديد الفترة هاي كلنا رايحين على سفر الرؤية علشان نعرف شو بيصير معانا، خاصة لما سمعنا عن هاي اللي بدها تنحط بالإيد وستة ستة وعلى وجوههم في سمادهم في وجوههم. كلنا رحنا على سفر الرؤية علشان نشوف إيش بيصير بالدنيا. لا، بالأولى بالأحرى إحنا لازم نرجع على محبة الله، علشان كل إشي راح يصير في الدنيا مش راح يصيبني. ليه؟ لأن الله معي. إذا كان الله معنا فمن علينا؟ إذا كان الله معنا مين بده يكون علينا؟ هون بنرجع لنقطة جدا أساسية ومهمة، علاقتنا مع ربنا. لازم نرجع نصلح هاي العلاقة مع الله من علاقة خوف ومحاسبة، بده يحاسبني لأني شفت المنظر الفلاني، بده يحاسبني لأني فكرت التفكير الفلاني، بده يحاسبني لأنه عملت الحكي هذا كله. بضل أنا في بوتقة الخوف منه، ما بعملش الحكي هذا مع إنه جواي بدي أعمله بس لأنه خايفة، وبعمل من تحت لتحت مفكر إنه هو مش شايفني أو مش يعني مرقت. ليه نعيش الخوف هذا كله وإحنا عايشين مع إله هو إله المحبة؟ ليه؟ لازم نوقف للحظة. الست اللي بتكون تعمل كل أعمالها وتشتغل وتسوي، فكر للحظة إنه بالمحبة هاي أنا بقدر إني أنا أشتري ولادي، أشتري بيتي، يصير الله هو بيتي زي ما كان بيت آدم. وهيك بس أنا بقدر أنقذ ولادي، أنقذ بيتي، أنقذ كل شيء، أحافظ على جوزي، أحافظ على العلاقات الموجودة في هالبيت اللي إحنا عمالنا منهده شوي شوي بخوفنا من المال وبخوفنا من الحياة اللي إحنا عايشينها. ما فيش، إحنا شايفين الموت حاليا في البلد، شباب صبايا فيش، كل يوم في على الأقل واحد أو اثنين، كل يوم واحد أو اثنين، وكل واحد بوجع قلب الثاني أكثر من الأولاني. كل هذا لأنه إحنا بعاد عن ربنا، بعاد عن هالقلب اللي حبنا. ارجع لربك، ارجع للعلاقة الصح ما بينك وبين ربنا، ارجع للمحبة الصح. ما تخاف منه، مش دائما بحاسبك هو، مش قاعد بس فوقه عامل رادارات يزبط أخطاء علينا. لا، ربنا بيحبنا، بضل قاعد يستنى لغاية ما ترجع وتتوب،
واذا بتوب بيغفر لك كل خطاياك. تخيل، فهالاله اللي قاعد بيستناك لترجع بده يوقف لك على الدقره؟ مش رح يوقف. بس هو تعب، تعب كثير وانت حاطه على جنب، قلبه وجع وقت انت حاطه على جنب، عايش حياتك وتركه لبرا. افتح الباب ودخله، عيش معه زي ما بتعيش مع اي حد من افراد عيلتك، عشان تقدر تحس بالامان، عشان تقدر تقول انه المصاري مش همي، اخر همي، لاني بعرف لو وقعت في اي شيء هو اللي بده يطلعني. بكفي نخليه برا، بكفي يضل قاعد برا في هالطن وشعره مبل زي ما بقول في سفر الاناشيد. بكفي، صار الوقت انه احنا نفتح له ويفوت. بدوش حتى ان يفتح، انت افتح، افتح له بيتك، افتح له قلبك. ما تخاف الناس اللي عندك اه متدين وبيعرف ربنا وفكر حاله، لا ولا تضل تكرر الصلوات هاي لا، افتح بيتك واحكي معه حديث من القلب الى القلب. عمركم جربتوا تحكوا مع حدا بتحبوه من القلب للقلب؟ هيك تاخذوا حديث من القلب للقلب معه؟ خلوها قاعدة هيك، تعال يا رب، تعال، انت ادعيه قول له تعال، دائما هو بستناك، مش راح يجي اذا انت ما قلتلوش تعال. افتحوا الباب وخلوه يفوت، خلوه يقعد معكم، يحكي معكم، احكوا معه. بكفي اللي فترة طويلة مرة، حتى اللي قاعد بيصلي ليل نهار ومسابح ودنيا ودينه وما في علاقة، ما في حديث متبادل، حديث حب محبة بين الله وبينه ما بيفرق. يعني حتى الرجل أو المرأة اللي جوزها بضل ينق في البيت زهقها وزهقته، لأنه ما في غير نق، يا رب أنا تعبان، يا رب مش عارف نسوي، يا رب، وبرضه بتحملنا وبسمعنا. أجى الوقت اللي أنتوا تسمعوه كمان، أجى الوقت اللي نصلح علاقتنا معه، ما تضلش خوف، ما تضلش إني أنا بدي أعمل كل شيء علشان أفوز بالملكوت اللي أنا مش عارفه، واللي أنا بقدر إني أحياه هون. لما بتخلص من خوفي. دائما بدعوا لنا نكون زي الاطفال، والطفل ما بيخاف طول ما ابوه وامه حواليه، وربنا طول ما هو معنا مش راح يخاف ولا نعتاز اي شيء، لا خوف ولا مصاري ولا اي شيء. لانه هو بيكون كل شيء بالنسبه لنا، كل شيء. خلوهوش قاعد برا، بكفي. بكفي له زمان طويل قاعد برا بستنانا نفتح. اليوم خلينا ناخذ الجرأة ونفتح. اغلط قدامه عادي، اغلط واندم وتوب. احسن ما تضل تغلط وهو برا بقول لك افتح لي عشان اساعدك. لا، اغلط قدامه احسن ما تغلط وهو برا. افتح له، افتح قلبك، افتح بيتك، افتح هالباب اللي تسكر من وقت ادم واجى المسيح ليفتحه وفتحه وبرضه رجعنا احنا سكرناه. افتح له خليه يفوت، يفوت على بيتك، يفوت على قلبك. قول له يا رب انا مش قادر افتح الباب، ساعدني افتح، ساعدني اليوم اني افتح لك، اني اعرف كيف احكي معك زي ما بحكي مع اي حد من حوالي، اني اعرف كيف احبك واعمل معك علاقه حب. خليني احس بالامان، بالاطمئنان، بالسلام. بعت لي روحك القدوس انه يملاني عشان اعرف كيف اعيش السلام، كيف اطلع من الخوف، اطلع من الخوف اليومي اني انا بدي امن مستقبل اولادي، بدي اعيش حياتي، الدنيا صعبه، الوقت بخوف، الامراض عم تاكل، الدنيا باخر وقت. اطلع من كل هذا واشوف بس شيء واحد، نورك اللي عم بضوي هالنفق لاخر الحياه لغايه ما اوصلك. لما اوصلك اكون شايف هالنور هون عشان ما احسش انه هالاختلاف الكبير ابدا الملكوت من هون. اليوم افتح لي، افتح بابك، ما تخليه واقف برا. بكفي، وقف كثير برا، صار الوقت، هلا الوقت انك تفتح له. ما بنفتح له الا اذا وصلنا للمرحله اللي فيها نطلع خوفنا منه ونوقف الادانه. نعرف احنا كمان خاطئين زينا زي اي حد تاني. زيح خوفك منه، قل له على مدايرك، قل له على كل شيء جواك.
لأنه أنت لما بتحكي معه بجاوبك، مش رح تترك تحكي لحالك، بجاوبك بطريقة أنت نفسك رح تندهش منها. الحياة عشرة مع ربنا، حياة حلوة مع ربنا، شو ما كان ظلمتها، شو ما كان صعوباتها، شو ما كان الشيطان عم بيعمل فيك كل يوم وعم بينكد عليك كل يوم، عم بيوقف لك على كل دعسة وكل ضربة، اعرف انه ربنا حاملك وماشي معك. ليش؟ لانك انت فتحت له الباب. اجى الوقت اللي تفتح له هذا الباب وتقول له تعال يا رب، انت بيتي، انت بيتي. ولما انت بيتي انا عايش بامان، عايش براحة، عايش بسلام، ولا شيء ممكن انه يخوفني، ولا شيء ممكن انه يخليني ابعد عن طريقك. وزي ما قلت لكم احنا زمان كنا او احنا ما زلنا مدعوين انه نحب، لكن اجى الوقت انه احنا نعرف الحب ونعرف هالمحبة. امرنا انه احنا نحب، هلا احنا رغبتنا نعرف الله المحبة. افتح بابك اليوم لربنا، شو ما كنت ومين ما كنت، افتح له بانكسار، افتح له تسليم، افتح له بتواضع، وقول له تعال بكفيك قاعد برا لك زمان، تعال تعال انا بيتي هو بيتك لانك انت بيتي. هاي دعوة اليوم لكل شخص معرفش يعمل علاقة صح مع ربنا، لكل شخص بدل خايف انه ربنا بس بده يحاسبه، لكل شخص حتى نسي انه ربنا بده يحاسبه في يوم من الايام، افتح الباب تعال اقعد بيتي هو بيتك لغاية ما تصير انت بيتي، لغاية ما انا اتعلم اخليك انت بيتي، لغاية ما اتعلم كيف احب زي ما انت بتحب، لغاية ما اتعلم كيف اكون مثلك نور، لانه انا مدعو اني اكون من النور، لانه احنا ابناء النور، انتم نور العالم. ما تعيش بظلمة والضوء والشمس مرة ضاوية كل الدنيا، افتح الباب خلي الشمس تفوت لعندك وعيش الحياة الحلوة مع هالشمس، مع شمس الحق، مع الله، مع المحبة. لازم نعرف ان المحبة اثمن شيء في الوجود، خلقنا عليها حتى نقدر نعيش براحة، نعيش الأمان، نعيش القناعة، نعيش الاطمئنان. افتح اليوم وقول له تعال بيتي، حتى لو كان وسخ ومكركب والدنيا عايمة هون، انت بوجودك رح يترتب، وجودك رح يصير بيت، بوجودك رح نكون احنا بأمان. ان شاء الله ربنا بيسمع اليوم صلاتنا وبيفوت على كل بيت وبينور كل بيت وبيجدد روح كل شخص حتى يعرف يفتح الباب ويقول ربنا بكفيك برا تتعبت، تعال فوت جوا واملك على البيت واملك على قلبي وعلى عائلتي. ان شاء الله نهاركم بيكون مبارك، وزي ما قلنا لكم زمان امرنا بانه نحب، اليوم دعوتنا انه نعرف المحبه ونعرف الله اللي هو الحب كله. نهاركم سعيد مليان بالحب والمعرفه.